ابتسامة عريضة ارتسمت على وجوه هؤلاء الأطفال المصابين بمرض التوحد في قطاع غزة خلال استعدادهم للنزول إلى المسبح لتلقيهم تدريبات خاصة على السباحة من أجل تحسين قدراتهم البدنية والنفسية والذهنية تحت إشراف مختصين في السباحة. نستخدم احنا من ناحيه كسر حاجز الخوف انه احنا بنكون معاهم داخل وسط المائي، كان بنشعرهم نوع من انواع الامان. من ناحيه علاجيه انه بعض التمارين داخل وسط المائي عن طريق اللي هو الشد واللي هو عن طريق اللعب داخل وسط المائي، بيتم حركه الذراعين والرجلين والوسط. فعاليات مخيم السباحة والألعاب المائية الذي يقام للعام الثالث على التوالي ينفذه نادي الدولفين وبدعم من المجلس الأعلى للشباب والرياضة لتعويض طيف أطفال التوحد وذويهم عن حالة التقصير والتهميش التي تعاني منها هذه الشريحة في محاولة منهم لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع. تتعامل معهم بنظم مختلفة عن الأطفال الطبيعيين، فزي هيك لأنه بيجي بفرغ طاقة بلعب فيها بنبسط بتعلم إشي مفيد، وعندهم إبداعاتهم بنفس مرضهم إنه عندهم بيقدروا إنهم يطلعوا مواهب وشغلات فيها. بالعكس يعني ياريت تكون إنها باستمرارية بالنسبة لنا. أنشطة متعددة يتم تنفيذها داخل المخيم الذي يستمر مدة أسبوع ويستهدف 20 طفلا وأصبح موسميا بالنسبة للأطفال، لكنهم بحاجة لتداخل يومي لإحداث تغيير ملموس في حالتهم الصحية خاصة في ظل نقص توفر علاجهم وضعف التشخيص الطبي لهم. بنختار الأنشطة اللي بتكون بتناسب هاي الأطفال، فيها شوية تركيز فيها شوية إبداع. الأطفال عندهم إبداع وعندهم قدرات رهيبة جدا، بنحاول نستغلها من خلال أنشطتنا، بنحاول نكتشفها من خلال الأنشطة. ويأمل هؤلاء الأطفال وغيرهم المصابون بالتوحد بإنشاء ناد خاص بهم يكون من شأنه تنفيذ العديد من البرامج العلاجية والتأهيلية لتقديم الدعم النفسي لهم، لكن شح التمويل يقف حائلا دون تحقيق ذلك. تحاول المؤسسات المعنية بهؤلاء الأطفال رغم قلة الدعم والإمكانات تقديم خدمات علاج مختلفة لهذه الفئة. تجربة نجحت إلى حد ما في التعامل مع شريحة ما زالت تحتاج مزيدا من العمل والجهد من أجل إعادة الحياة لها. عامر الفرة، اليوم، قطاع غزة.